السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من علاء أمين في درس جديد من دروس المايكروسوفت Azure Infrastructure as a Service. في الدروس اللي فاتت احنا اتعلمنا الـ Availability Set واتكلمنا عنه وعن الـ Availability Zone وعملنا أول Availability Set على البورتال بتاعتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل Virtual Machine جديدة ونحطها ضمن الـ Availability Set اللي احنا عملناها. غالبا الشركات والمؤسسات تستخدم الـ Availability Set لما يكون عندها ابلكيشن او ويب سايت او حتى داتابيز بتتطلب ان هي تكون اونلاين معظم الوقت او كل الوقت تقريبا، فبالتالي علشان احافظ عليها لازم احطها في الافيلابيليتي سيت. واحنا على اعتبار ان احنا عملنا افيلابيليتي سيت هندخل دلوقتي نعمل فيرتشوال ماشين ونحط عليه ويب سايت ونحطها ضمن نطاق الافيلابيليتي سيت بتاعنا. نبدا بسم الله، نروح للبورتال بتاعتنا من هنا وهنعمل كرييت للفيرتشوال ماشين بتاعتنا من هنا او من هنا زي ما اتعلم. اد وزي ما اتعلمنا نكرييت الفيرتشوال ماشين في الدروس السابقه نفس الفكره تحديدا. فرصه كمان ان احنا نعمل ريفيجن للدرس اللي عملنا فيه اول فيرتشوال ماشين عندنا. هبدا احط البيزك انفورميشن اللي بيطلبها مني وهراعي حاجتين مهمين جدا. اول حاجه انا ما ينفعش اغير في الريجون ديت واختار ريجون ثانيه، لان الريجون ديت هي فعليا اللي عامل انا فيها المره اللي فاتت الافيلابيليتي سيت بتاعتي، فبالتالي لو اخترت ريجون مختلفه مش هيطلع لي الافيلابيليتي سيت اللي انا عملته المره اللي فاتت. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ما اقدرش اغير الريسورس جروب بتاعي اللي انا حاطط فيه اصلا الافيلابيليتي سيت بتاع المره اللي فاتت، فانا مطالب بما ان انا هعمل الفيرتشوال ماشين ديت واحطها للافيلابيليتي سيت فلازم تكون نفس الريسورس جروب ونفس الريجون. فهختار من هنا الريسورس جروب بتاعتي كان اسمها افيلابيليتي ار جي او افيلابيليتي ريسورس جروب، هختارها من هنا والريجون هي نفس الايست يونايتد ستيت بتاع المره اللي فاتت. هدي النيم بتاعي واسميه ويب 1 على اعتبار ان احنا ان شاء الله في الدروس الجايه هنعمل ويب 2 وهنعمل بينهم لود بالانسر وهنتكلم عنه ونشرحه باستفاضه. هنا هيسالني الافيلابيليتي اوبشن بتاعك، احنا المره اللي فاتت قلنا احنا مش عايزين لان احنا ما كناش عارفين ايه هو الافيلابيليتي سيت. المره دي علشان فهمناه كويس جدا فهضطر ان انا اختاره واقول له انا عايز احط الفيرتشوال ماشين بتاعتي اللي انا بعمل لها كرييت دلوقتي في الافيلابيليتي سيت. هنا هيقول لي ايه هي الافيلابيليتي سيت اللي انت هتحط فيها الفيرتشوال ديت، هقول له ماي افيلابيليتي سيت اللي انا عملت لها كرييت في الدروس اللي فاتت. تمام، هنا الاوبريتنج سيستم بتاعي هشوز من هنا والمره دي هنختار ال 2016 علشان نوع من التغيير. اختار السايز بتاعي من هنا زي ما اتعلمنا الدور اللي فات وهننزل نختار القيمه الاقرب لينا. اوكي، اليوزر نيم بتاعي والباسورد وابدا اكررها هنا. احنا قلنا ان احنا لازم نفتح البورد اللي هو خاص بالار دي بي اللي احنا هنعمل من خلاله كونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي بعد ما تعمل كريت. فاختار البورد ده ولازم اختار واحد من البورتات اللي فوق سواء ال HTTP او ال HTTPS، لكن انا مش هختاره دلوقتي علشان عايز اعرفكم هو لو ما اخترتوش من هنا هبدا اضيفه ازاي عن طريق البورتال بعد عمليه الكرييت للفيرتشوال ماشين. انا ممكن انسى وانا بعمل لها كرييت ان انا تشوز البورت من هنا، فبالتالي انا مطالب بان انا اروح افتح له البورت علشان اعمل كونكت على الويب سايت بتاعي. اوكي، هخلي الاوبشن ديت باي ديفولت انا ما عنديش لايسنس، فبالتالي اقول له نو نيكست، اختار بريميوم اس اس دي نيكست. هنا
هيقول لي الفيرشوال ماشين بتاعتك هيبقى اسمها availability rg vnet زي المره اللي فاتت. وهنا السبنت والريال اي بي هو اداني واحد جديد باسم ويب 1. تمام. نيكست نيكست. هنا تعالوا نجرب ان احنا ننزل عليه ابلكيشن او اكستنشن، علشان المره اللي فاتت احنا ما عملناش كده، فبالتالي المره دي هنشرحه. انا بختار من هنا الابلكيشن اللي عايزه ينزل مع الفيرتشوال ماشين بتاعتي. انا ممكن مثلا اختار الانتي فايروس اللي من نوع ESET create. هيبدا هنا يقول لي حدد لي الاوبشن بتاعتك من هنا، يعني انت عايز السيستم بروتكشن والايميل بروتكشن. هقول له انا عايز السيستم بروتكشن وهقفل الايميل بروتكشن، واقول له اوكي. نيكست نيكست. هنا هيطلع لي الكوست زي ما طلعها لي المره اللي فاتت، وقال لي ان دي الفيرتشوال ماشين هتكلفك تقريبا 18 او 19 هلله لكل ساعة تشغيل. هقول له اوكي كريت، ولحد ما يخلص كريت هنعمل بوز ونرجع تاني ان شاء الله علشان نكمل. اوكي البورتال خلص الستبس بتاع الكريت الفيرتشوال ماشين، وهنا هو طول شوية علشان الاكستنشن اللي احنا ضفناه والافالابيلتي سيت اوبشن اللي احنا اخترناه. تمام، احنا عايزين نتأكد. هنروح للهوم فيرتشوال ماشين، هنلاقي باي ديفولت ان الفيرتشوال ماشين اللي اسمها ويب 1 ظهرت لي في البيج بتاعتي. تمام، الريسورس جروب اللي هي موجوده واللوكيشن اللي احنا اخترناها موجوده. لو عاوزين كمان نروح نتاكد من الافابيلتي سيت اللي احنا عملناها، نختار كده هنلاقي موجوده اهي. لو دخلنا جواها هنلاقي ان الاعدادات اللي احنا حددناها وعدد الفيرتشوال ماشين اللي موجوده هي فيرتشوال ماشين واحده اللي هي ويب 1 والستيتس بتاعتها ران. تمام، هنروح للفيرتشوال ماشين بتاعتنا علشان نعمل كونكت ونبدا نشتغل. نختار من هنا ونقول له كونكت. هنداونلود الار دي بي ونبدا نفتحه. كونكت اليوزر نيم بتاعنا والباسورد بتاعنا. شايفين الاكستنشن اللي احنا اخترناه او الانتي فايروس اللي احنا نزلناه مع الفيرتشوال ماشين بدا يطلع لي اوتوماتيكلي، على اعتبار ان هو خلص عمليه الانستليشن وبقى متاح لينا. تمام، احنا هنعمل ايه على الفيرتشوال ماشين؟ هنحط ويب سايت ونبدا نكونكت عليه من جوه الفيرتشوال ماشين وكمان من بره. فهنبدا نروح للسيرفر مانجر بتاعنا. وهنقول له add rule او feature. تعالوا بس نقفل الانترنت اللي هو السكيورتي نخليه اوف علشان ما يطالبنيش كل مره ادخل الانترنت ان انا add للويب سايت، اعمل تراست يعني للويب سايت اللي انا هفتحه. تمام، هنروح للداشبورد هنقول rule next next next. اختار الرول اللي تحت اسم ويب سيرفر، على اعتبار ان الفيرتشوال ماشين ديت هتبقى او هتشتغل سيرفيس اللي اسمها ويب سيرفر. تمام، اد نيكست نيكست نيكست. اوكي انستول. اوكي، قبل ما يخلص الرول اللي ضفناها اللي هي الاي اي اس، تعالوا نعمل داونلود للويب سايت بتاعنا.
انا رفعته على حسابي على جوجل درايف وهنستقبله من هنا باللينك ده. هنعمل داونلود سيف. نبدا نفك الضغط عليه. تمام، نروح نشوف الروت بتاعتنا نزلت ولا ايه. تمام، هي كده جاهزه. اوكي، هبدا من هنا افتحها. ما عنديش ولا ويب سايت الا الديفولت اللي بينزل مع الخدمه نفسها. لو حبيت ان انا اشوفه هفتح البراوزر بتاعي وهكتب لوكال هوست وادو انتر، هلاقي ان ده البيج اللي بتنزل باي ديفولت مع خدمه الاي اي اس اللي انا نزلتها. تمام، انا حابب لما اكتب لوكال هوست يطلع لي ويب سايت بتاعي اللي انا عملت له داونلود، فهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنقفل ده كده ونروح للاي اي اس بتاعتنا. ده الديفولت سايت، لو فتحته كده وقلت له اكسبلورر هيوديني للروت اللي موجود فيه. بكل بساطة هروح الويب سايت بتاعي اللي انا عملت له داونلود، هاخد المحتويات بتاعته كوبي وهروح اشيل ديت واحطه هو. اوكي، لو رحت دلوقتي الويب سايت بتاعي وعملت ريفرش هيظهر لي الويب سايت اللي انا عملته اهو. تمام، انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت فيرتشوال ماشين ونزلت عليها الرول الاي اي اس وحطيت الويب سايت بتاعي وقدرت اكونكت عليه من جوه الفيرتشوال ماشين. في الدرس الجاي هنعرف نكونكت على الويب سايت بتاعنا من بره الايجور من البيت او من المكتب عن طريق الانترنت، وده هيتطلب مننا ان احنا نفتح البورت الخاص بال HTTP اللي هو 80 او ال HTTPS اللي هو 8080. كل ده هنشوفه ان شاء الله مع بعض في الدرس اللي جاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.